وقد قلت في أحد كتبي كيف أن ملك سيبيريا فقئت عينه وهو يدافع عن ملكه، ولكن الأمة الإسلامية لا تعرف أنه كان لها في سيبيريا امتداد، ولنا في موسكو مسجد، ولنا 70 مليون مسلم الآن يقال عنهم إنهم أصوليون إرهابيون. ليه؟ لأنهم يريدون أن يعودوا إلى الإسلام. سبحان الله. بقاء في الشيوعية هو الاعتدال والعقل، ما هذا؟ لكن العيب ليس عيبهم، العيب عيب العرب الذين يعيشون في عواصمهم، يأكلون ويشربون ويمرحون ويفرحون ولا يستعدون ليوم لا بد منه يعد له اليهود من الآن، ونحن ما نعد شيئا، نحن ما نعد شيئا. ايه الحجارة؟ طبعا جهد المقل، وهيعمل ايه جهد المقل؟ لكن نصرة هؤلاء ما تكون بكلمات، لابد ان تتحرك الشعوب العربية.